حالة مزرية هكذا، يمشي حالة مزرية. قشي أنا برا، قشي أنا برا هكذايا. والله غير قلت نعلق روحي. مشي هكذا. محفوظ مدرب كرة القدم للأساغر، كون جيلا من اللاعبين، ومن بينهم من أدخل الفرحة إلى قلوب الجزائريين أمثال المدافع جمال بالعمري. من البيت الذي كان يأويه وجد محفوظ نفسه مرميا في أحضان الشارع. يقولوا دخلنا في الستين، دخل الأب الله يرحمه الله. احنا انا كنت كنا نسكنوا بالجامعة، دخل الأب الله يرحمه، جينا دخلناها بنمو لها، قالك الكرية معليش نكروا. أمشوا سنوات، توفى الأب الله رحمه في 75، أمشوا سنوات في سنوات هكذاك تمنينات، بان السيد زاد قال لك تخلصوني كرا، قال كانت 10,000 ولا معك نخلصوه في الألفينات شرا. أنا جاتني شرية ما حبيتش نشري، وهو راح زرب شرا، وكما يقولوا خرجنا والله غندخل. الحادثة تاع الجار تاعي واش نحكي لك أنا، شرا دار فوق راسي، قشاو هنا وقشاو عند الجيران، راه تسمى راه مشادين لي حوايج، وكما يقولوا نخليها هكا. في الوقت الذي يستقبل فيه الكثيرين عيد الأضحى المبارك بفرحة كبيرة، استقبلنا المدرب محفوظ بدموع الألم وحرقة التهميش. رغم الظروف الصحية وانتشار الوباء، محفوظ شتتت عائلته ولم يجد سوى شوارع العاصمة وأرصفتها لتحتضنه هو وأثاثه. عائلة تاعي مشتتة، واسم ولادي عم عند أختي، والمرأة تاعي عند خالها، علاه؟ هذا دي معيشة. شيخ إنسان عاقل، إنسان ماشي تاع شارع، ماشي تاع شارع، هذا الإنسان ماشي تاع زنقة باش يدير دار يبني براكة، ولا ماشي تاع براكة. هذا إنسان مربي في دار من اللي كان صغير كذا كبر، أو الحق الوقت خرجوه وين كان ساكن، وراه في حومته مرمي قشو. أثاث بيته مرمي وهو يتنقل من بيت إلى آخر، بعدما كرس شبابه في خدمة كرة القدم الجزائرية، وهو الآن يناشد السلطات لإنصافه ببيت يأويه هو وعائلته.